وهذا يخطأ فيه بعض الناس. بعض الناس يشنع، هذا لجهله يشنع، يعني أنا كإمام مثلا معي اثنان أو ثلاثة، الأفضل أن يصلوا خلفي، يلي ذلك في الأفضلية أن يصلي بعضهم عن يميني وعن يساري، يلي ذلك أن يصلوا عن يميني فقط مع خلو يساري. بعض الناس يرى أن هذا من الجرائم. لا، إذا كان عن يمينك شخص كإمام وصلى شخص عن يسارك فهذا في المرتبة الثانية من الأفضلية، الأفضل أن يكونوا في الخلف، لكن هب أنهم لم يكونوا في الخلف، يكون عن اليمين وعن اليسار، ثم ذلك في الأفضلية أن يكون كلهم عن اليمين. وهذا قد يحصل، مثل ما صور مثلا، قد يكون مثلا يأتي شخص مسبوق وإذا باثنين يصليان وهما في الركوع، فحين ربما تفوته الركعة من أجل أن يجذبه إلى الخلف، ما هو من الضروري. وبعضهم يذهب ويصلي عن يمين المأموم، لا، صل عن يساره بحيث يكون الإمام في الوسط. فكونك تصلي عن يمين المأموم ليس هو الأفضل، هذا أقل. تصح الصلاة على كل حال، تصح الصلاة كذا وكذا، لكن أريد أن أبين أن الأفضل جعله بعض الناس محرما، بل مبطلا للصلاة، وهذا غلط.